السلام عليكم. احتجاجات متبادلة لأنصار المتسابقين على منصب رئاسة أمريكا، الرئيس الحالي دونالد ترامب من جهة ومنافسه جو بايدن، ومظاهر مسلحة خارج مراكز اقتراع واعتقالات واحتقان، مشاهد ترسم خريطة أسخن انتخابات رئاسية عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية بل ربما البشرية، أجواء خيمت على العالم الذي تفاعل اهتماما ومتابعة مع ما يجري في المدن الأمريكية. لكن لماذا تبدو انتخابات أمريكا هذه المرة استثنائية؟ وكيف ينظر العرب إليها؟ ما التأثير الذي ستتركه نتائجها على المشهد العربي؟ هذه بعض من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب التي تتطرق إلى الآثار المحتملة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية على المنطقة العربية. أهلا بكم. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. سباق انتخابي محموم بين ترامب وبايدن نحو البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري هذا العام في ظروف استثنائية بسبب تفشي جائحة كورونا وبإجراءات استثنائية جعلت التصويت في أغلبه عن طريق البريد بدل التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما سيجعل عملية فرز الأصوات أكثر صعوبة وقد تؤخر إعلان النتائج. التشكيك في نزاهة الانتخابات بدأ يطفو على السطح من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم الحزب الديمقراطي بالتلاعب بفرز الأصوات لصالحهم، مشككاً بنتائج الانتخابات الأولية وأن الأصوات التي كانت لصالحه بدأت تختفي بشكل عجيب على حد وصفه. من جانبه دعا المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي بايدن أنصاره إلى التحلي بالصبر في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية، لكنه قال إنه حصل على ما يكفي من الأصوات للفوز بالرئاسة، في حين نفى ترامب أن يكون خسر السباق وقدم معلومات مغايرة. وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية قد يستغرق أياماً أو أسابيع أو حتى شهور. من جانب آخر كشفت مصادر صحفية أمريكية أن البيت الأبيض يخطط لإنشاء سياج أمني حوله تحسباً من أعمال عنف عقب الانتخابات، لا سيما أن الكثير من الولايات الأمريكية شهدت احتجاجات بسبب استمرار الغموض وعدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية. الدول العربية تترقب وتنتظر بتوجس من سيسكن البيت الأبيض وكيف سيتم التعامل مع الفائز وما هي المتغيرات وكيف ستخرج كل دولة بأقل الخسائر. لكن ثمة حقيقة مرة تعيشها الدول العربية في كل انتخابات أمريكية، هي أن عليها التعايش مع الإدارة الجديدة بكل ما تفرضه من قوانين وسياسات تخدم المصالح الأمريكية في المنطقة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا معي في الاستوديو الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، وعبر الهاتف من شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور كريم عبديان بني سعيد المحلل الدولي والمستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما ضيفي الكريمين. معك من شيكاغو أبدأ دكتور كريم، يعني يكاد ينعقد الاجتماع الدولي على أن هذه الانتخابات هي ربما الاجتماع الدولي فضلا عن الأمريكي طبعا، على أن هذه الانتخابات الراهنة لا مثيل لها في تاريخ البلاد كلها، في تاريخ أمريكا كله، بل ربما في تاريخ البشرية. أريد أن أسألك عن السبب، لماذا هي كذلك؟ أولا السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لكم ومشاهدينكم وضيوفكم. صح في تغريب قرنين ونصف ما شفنا هيك انقسام بين الشعب الأمريكي بين الجمهور الأمريكي، يعني لأن الأحزاب الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعني تباعدوا، يعني راحوا مثل الجمهوري تحت حقيقة خوف يريد ياخذ الحكومة إلى اليمين المتطرف، وهذا غير مسبوق. وأيضا حزب الديمقراطي بقول إلى اليسار، هاي من جانب. من جانب أخرى يعني طبعا بسبب دليل سيطرة أمريكا على كل جوانب من الحياة العالم، طبعا اقتصاديا
وسياسيا وحتى ثقافيا. يعني اذا في الماضي الحزبين يعني كان عندهم سياسات مشتركه، اليوم نشوف بعد بين الحزبين هناك ليس اي اشتراكات، يعني اقتصاديا هناك اختلاف كبير بينهم. ترامب يمثل وول ستريت، ترامب يمثل اليمين المتطرف. دكتور كريم، يعني انت استهللت حديثك بان الان هناك انقسام حاد وعميق لم يشهد من قبل بين الجمهوريين والديمقراطيين، لماذا منقسمون الان؟ ما السبب بهذه الحده؟ السبب انا اقول لك ان الرئيس بدون اي خوف يقول للعالم بان هو يمثل وول ستريت، يعني العالم الرأسمالي بدون اي شك بدون خوف، يعني يمثل اليمين المتطرف الامريكي، القسم الامريكي الابيض لا يزال ما وصلوا النتيجة به، هناك العالم تغير globalization وكذا كذا، هاي شيء جديد. ويعني عمدا غير عمدا يريد يسوي اختلاف بين الشعب، بين السود، بين الاسبانيول، بين يعني الامريكي الابيض وغير الابيض، يعني هذا غير مسبوق. انا شاركت في انتخابات من زمان نيكسون واشتغلت لجورج 1972، ما شفت هيك يعني عمدا. طب دكتور كريم، يعني أنا أريد أن أفيد من خبرتك الواسعة في الشأن الأمريكي ومكثك هناك لمدة طويلة عقود، هذه الانقسامات الحادة والعميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين التي هي انعكاس بحسب ما تفضلت انعكاس لانخلافات في أحد مظاهرها عرقية، هل هذه الانقسامات كانت كامنة في الأمريكيين وظهرت الآن، أم أنها ظهرت نتيجة أسباب متعلقة بكتابات معينة، بظهور طبقة فكرية تكتب عن الحدود بين هذه العرقيات؟ ما السبب في ظهورها الآن؟ لا، أنا برأيي كانت موجودة، والبعض المحللين يقولون ممكن هذا الشيء إيجابي بين المجتمع الأمريكي المفروض يوصل فرد نقطة ويواجه ما هو هناك المجتمع منقسم، والليبراليين يريدون يسوون بان هناك ماكو اختلافات، هناك اختلافات 3% من يعني معظم الثروه الامريكيه يملكونها 3 أو 4%، هاي الشيء مساله العداله الاجتماعيه مساله كانت ولا يزال موجوده والمفروض تنحل بشكل ام اخر. النظام الراسمالي يعني. نعم، النظام الرأسمالي وحتى الديمقراطية، يعني الحرة والديمقراطية الجمهوريين لهم يعني توصيف آخر law and order، يعني law and order يعني القانون يحكم، بس إن الطبقات المضطهدة يشوفون بأن هاي مو حكومتهم، هاي حكومة ترامب، حكومة اليمين المتطرف، حكومة الرأسمالية، حكومة وول ستريت، حكومة كوموديتي ماركت، حكومة هوليوود، حكومة البنوك وكذا، وهذا تشوف الانعكاسات من هذا الاختلاف في الجمهور الأمريكي. طيب سنتحدث عن شيء من هذا بعد قليل دكتور، لكن أعود إلى الاستوديو لأسألك، العالم كله ينظر بعين يعني وترقب واهتمام مبالغ فيه بالنسبة لهذه الانتخابات، ماذا عن العرب؟ كيف ينظرون إلى هذه الانتخابات وأي أهمية يولونها إياها؟ أنا في اعتقادي ما صنع الأهمية الاستثنائية لهذه الانتخابات ربما ينبع من عنصرين، العنصر الأول هو شخصية الرئيس ترامب. رئيس ترامب بالفعل هو شخص يعني لا يمكن التنبؤ بسهولة بما يمكن أن يفعله، رجل تسيطر عليه ذهنية تجارية، صفقات، تاجر العقارات،
هذه الأشياء خلقت تشويقا غير معتاد بالنسبة لهذه الانتخابات، خصوصا عندما قبل أن تبدأ الانتخابات يشكك الرئيس في النتيجة، وعندما سئل قبل شهرين تقريبا هل سيسلم السلطة إذا خسر الانتخابات لم يجب على السؤال. فيعني هو بدأ ربما بتحضير سيناريو معين لكي يبث الخوف أو شيء من هذا النوع. المسألة الأخرى في هذا الموضوع أنه يعني حالة الدول العربية كما تعلم هي حالة يعني تعاني من تبعية شديدة، وهذا يجعل يعني تأثير العام الخارجي كبيرا جدا، فلذلك العرب منقسمون أيضا بين وبين، يعني هناك من يرغبون في استمرار ترامب لأنه يوفر لهم دعما حقيقيا مثل أنظمة مصر، السعودية، الإمارات، الأنظمة التقليدية في المنطقة التي لا تريد الثورات العربية، هذه كلها طبعا تتمنى فوز ترامب، وطبعا إسرائيل بكل تأكيد من الدول الشرق أوسطية التي تتمنى فوز ترامب بولاية أخرى. في حالات الدول التي عانت في هذه المرحلة كثيرا، اليمن، سوريا، ليبيا، طبعا فلسطين بكل تأكيد، دول كثيرة عانت من سياسات الرئيس ترامب بالذات في جزئية العقوبات. يعني إذا أحببت أن تختصر هذه الإدارة سمها إدارة العقوبات، لأنها يعني ابتكرت كثيرا من العقوبات ضد إيران، ضد الصين، ضد تركيا بالمناسبة. يعني هناك عقوبات تقريبا، يعني هناك عقوبات ضد حزب الله، ضد النظام السوري، تقريبا ترامب لم يترك أحدا لم يعاقبه في هذه المنطقة، وهو يعني المدهش فيه أنه حتى أحيانا يستهدف بعض حلفائه بهذه العقوبات. طيب قبل أن أعود إلى شيكاغو، يعني أنت من أنصار أن العرب يهتمون كثيرا بهذه الانتخابات، وربما بعض الأنظمة ربما تربط مستقبلها السياسي بناء على الشخصية التي ستسود البيت الأبيض؟ بكل تأكيد إذا وصل جو بايدن إلى السلطة فإن هناك تغيرا سيحدث في السياسة الأمريكية، حتى لو افترضنا أنه تغير جزئي أو تغير في الخطاب، باعتبار أن جو بايدن لا يستطيع أن يتجاوز إرث ترامب بسهولة هكذا. يعني مثلا عندما جاء باراك أوباما في عام 2009 لم يستطع أن ينسف إرث جورج بوش الابن الذي فعله في العراق مثلا، أو تدمير حل الدولتين في فلسطين أو شيء من هذا النوع، ودعم النظم الاستبدادية في ذلك الوقت. لكن في هذه الحالة أيضا بايدن لا يستطيع أن يتخطى إرث ترامب. يعني هناك 4 سنوات حدث فيها صفقة القرن، حدث فيها اعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان، حدث فيها يعني عقوبات على إيران، حدث فيها اغتيال قاسم سليماني. هذه الأشياء سيكون لها بعض التأثيرات التي تستمر معنا فترة حتى لو جاء جو بايدن إلى السلطة. طيب دكتور كريم، ثمة من يقول من المراقبين بأن انتخاب دونالد ترامب قبل 4 أعوام كان انعكاسا للحظة غضب عابرة عند الأمريكيين ترجموها في انتخاب هذا الرجل المثير للجدل. السؤال هو، وإلى أي مدى ترامب في أدائه خلال 4 أعوام استطاع أن يعمق الانقسامات في المجتمع الأمريكي، وإلى أي مدى يمكن إصلاح هذه الانقسامات في المرحلة المقبلة؟ لا نشوف يعني هناك مجتمع الأمريكي كان في الخمسينات والستينات والسبعينات مجتمع في الصنايع العظمى، يعني من بعد العولمة الجلوباليزيشن هاي كل الأشغال راحت للصين، لأن وإحنا في أمريكا في الأوائل الناس شافت أي هذا شيء مو بالضرورة سلبي، تشتري الأسلحة السلعة رخيصة بالصين. بعدين صار البطالة صارت مشكلة عظيمة، والطبقة العمال شافوا بأنها الليبراليين في نيويورك وفي واشنطن وباعوا الحكومة للصين، ويعني ما لهم قدرة تحليل يشوفون بنهاية انعكاسات والنتائج العولمة الاستفاد منها العالم الرأسمالي. لذلك هذا القضب صار ضد الحكومة، وهناك يعني اليوم نشوف بأن أنا أعطي بالجيراني، وكما قلت أنا أعمل من زمان جورج ماكغوفرن زين أشارك بالهجمات الانتخابية الديمقراطية زين ما
أشوف أنا العمال ما لهم يقولون إحنا ما عندنا شغل بطالة. السبب ماله الليبراليون في الشرق أم في القارب، هاي من جهة. من جهة أخرى الحكومة، يعني أنا برأيي الحزبين، يعني الحزبين يعني صاروا هناك انفصال صار بين الحزبين، يعني ايديولوجيا اليوم المصالح الاحزاب اكثر من مصالح. دكتور كريم، على سيرة الحزبين، يعني هناك انتقادات كثيرة للشخصيتين المترشحتين، سواء لترامب الذي يوصف بأنه أرعن وبأنه غير قادر، لا يمتلك الكفاءة اللازمة لإدارة دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفريق آخر من المراقبين يقولون عن جو بايدن بأنه رجل باهت ليس له حضور ولا كاريزما ولا مهارات لقيادة الإمبراطورية الأمريكية وقيادة العالم من ورائه. هذه طبعا أنا أقرأ في الفورين أفيرز وفي الواشنطن بوست لمحللين وكتاب أمريكيين، هذه آرائهم. هنا يمكنني أسألك، وأنت من النخبة السياسية السابقة في أمريكا، هل هناك عجز في النخبة السياسية الأمريكية عن تظهير شخصيات أكثر كاريزما وأكثر مهارة وقدرة من هاتين الشخصيتين؟ نعم بالضبط هناك بعض النخبة الأمريكية ما صوتوا، جزء منهم أنا صوتت في 50 سنة في هذه الانتخابات ما صوتت، لا أحد ترامب ولا أحد جو بايدن كان موجود في، وأنا اشتغلت وياه بالكونغرس أكثر من 40 سنة، لا له مبادرة ولا إلى شخص يعني كاريزما ولا يعني إلى بالماضي مثل ستوفر شيء. لذلك يعني الديمقراطيين إذا يخسرون تخسيرهم ما وفروا فرد شيء، يعني أم يعني يكون يروحون وراء مصالح الطبقات الفقيرة مثل، أم يبغون ديمقراطيين يعيدون يمثلون الميدل كلاس. لذلك هذا صحيح، ترامب معلوم زين، والبعض يقولون ترامب يعني خاطئ في سياسات الداخلية، لكن مثل في الشرق الأوسط البعض يحبون السياسة الخارجية ترامب، لأن مثل على مسألة إيران الديمقراطيين مع إيران زين ضد الدول العربية، الديمقراطيين مخصوص اليسار في الديمقراطيين يعني انخدعوا بأن هذا إيران دولة ضعيفة كذا كذا مظلومة، هذا غير صحيح. لذلك ليش؟ لأن اللوبي الإيراني موجود هنا قوي وداخل في حزب ديمقراطي في كل أنحاء زين. لذلك يعني النخبة الأمريكية شو بين اليسار الأمريكي انخدع من جانب حزب الديمقراطي. طيب هناك يعني الأجهزة الأمنية الأمريكية أعلنت صراحة أنها لديها نوع من القلق من تدخل جهات خارجية في الانتخابات في التأثير على الناخبين الأمريكيين، وسمت قالت الصين وقالت روسيا وقالت بدرجة أقل ربما إيران. ماذا عن العرب؟ هل يملك العرب تأثير في الانتخابات؟ ليس بالضرورة أن يكون قرصنة، وإنما تأثير في توجيه الناخب الأمريكي بما يخدم مصالح العرب، خصوصا وأن الدول العربية وخصوصا الخليج لديها استثمارات بمليارات الدولارات في أمريكا ولديها ملايين العرب من القوة الناخبة، هل هناك تأثير عربي؟ لا، الحقيقة التأثير العربي في واشنطن هو ضعيف جدا، والتأثير العربي لا يتم عبر نفس الأدوات التي تستخدمها روسيا مثلا أو الصين أو إيران الذين يلجؤون إلى أدوات في الواقع استخبارية وحروب إلكترونية واحتمالات تجسس وأشياء من هذا النوع. ولا تنسى أن هناك آلاف العلماء الصينيين في الولايات المتحدة الأمريكية وآلاف المهاجرين الروس وأشياء من هذا النوع التي يمكن أن تسهل عمليات من هذا النوع. أما في الحالة العربية كما تعلم النفوذ العربي اللي في واشنطن يعتمد على المال الخليجي، يعني ممكن أن يكون الإمارات مثلا نفوذ تشتريه بالمال مثلا عبر سفيرها يوسف العتيبة أو عبر شبكات في مراكز الأبحاث أو عبر الصحف، ونفوذ خاص ربما بكل دولة عربية على حدة، يعني نفوذ قطري. نعم، هو نفوذ متصارع على قلب واشنطن، لكنه في الأخير لا يخدم مصلحة عربية بكل تأكيد. يعني هذا كلام كثير قيل عن أنه لا يوجد لوبي عربي في الولايات المتحدة الأمريكية،
وأنه حتى لو وجد لا يوجد له هدف، لا يوجد له استراتيجية. يعني كيف سيتحرك العرب بشكل منظم حتى يخدموا مصالحهم في الداخل الأمريكي؟ هذه تحتاج إلى يعني عمل طويل. لماذا برأيك؟ وهم العرب يعني ربما يكونوا أكثر الناس خوفا على مستقبلهم السياسي، الطبقة السياسية، النخبة السياسية في المنطقة العربية، أكثر الناس خوفا على مستقبلهم السياسي في ظل موجة التغيير التي تضرب المنطقة، ومع ذلك لا يوجد استراتيجية للتأثير على القرار الأمريكي. أنا في رأيي أنه ربما غياب المؤسسات هو اللاعب الأساس في هذا الموضوع. يعني إذا أردت أن تؤثر في أمريكا فلابد أن لديك مؤسسات ترسم استراتيجيات وسياسات منتظمة طويلة الأمد، تراعي التغييرات تحدث داخل أمريكا، تراعي ما تحتاجه أمريكا، وتستطيع أن تضع مصالحك ضمن المصالح الأمريكية بشكل من الأشكال، بحيث لا يحدث تناقض، بحيث لا يكون هناك يعني مثلا سأعطيك أمثلة. أحيانا العرب في مجلس الأمن مثلا، مصر تريد أن تحتل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن، فيذهب المقعد مثلا إلى الأردن أو يذهب إلى الكويت فتغضب مصر. طب إذا كنا فعلا إحنا عرب ولدينا استراتيجية مشتركة، يعني أي عضو عربي في المجلس سيخدم المصلحة العربية. وبالمناسبة عندما كانت الكويت عضوا في المجلس قبل حوالي سنة أو سنتين أدت أداء ممتازا من ناحية الدبلوماسية، وبالفعل كانت تعبر عن المصالح العربية. وهذا يؤكد ما أقول، أنه إذا كانت الدول لديها مؤسسات حقيقية تصنع السياسة الخارجية وتضع استراتيجيات، فإنها تستطيع أن تؤثر على الآخرين، بس بشرط أن يكون هناك تماسك في هذه الرؤية، وأن توضع الأموال والأدوات اللازمة للتأثير على واشنطن. وبالمناسبة أن يكون هناك جدية في الابتعاد عن واشنطن إذا كانت هذه المصلحة العربية. يعني أنا لاحظت عندما برز باراك أوباما عام 2009، يعني ظهر الصوت العربي الذي يقول دعونا نساعد باراك أوباما، دعونا نساعده على تحريك عملية التسوية. لماذا نساعده؟ يعني هو لا يساعدنا، فلماذا نحن يعني نقوم بمساعدته؟ تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على المشهد العربي برمته، هذا ما نحاول أن نعرفه بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الآثار المحتملة لنتائج الانتخابات الأمريكية على المشهد العربي. دكتور كريم، في المقلب الآخر تحدثنا عن أن العرب لا يملكون تأثيرا في القرار الأمريكي سواء كان قرارا سياسيا أم حتى في الانتخابات. في المقلب الآخر العرب في الأمريكيون هناك بالملايين، إلى أي مدى استطاعوا أن يشكلوا قوة انتخابية بتحالفهم مع المسلمين مثلا، مع أقليات أخرى تشعر أنها تحتاج إلى تمثيلها في الإدارة الأمريكية؟ وهذه المشكلة مع الأسف العرب ليس موجودين هنا. يعني مشكلتنا إحنا بالعالم العربي، بين الدول العربية ما يتساعدون، ما يعملون مع بعض. اولا طبعا معظم الدول العربيه حلفاء واشنطن، وليس لهم سياسات او مبادرات مستقله من واشنطن. زين، من جانب اخر من جانب العسكري كلهم لمسألة شراء الأسلحة. لكن لو أذنت لي دكتور كريم، أنا سألتك عن العرب المجنسين، العرب الذين يقيمون ويعيشون في أمريكا. أعرف. تفضل. أعرف. مع الأسف ليس لهم قلوبيات قوية ولا منظمات مجتمع مدني في أمريكا لكي يستخدمون أصواتهم في الانتخابية، مثل لوبي الإيراني قوي، لوبي مثل الأرمل، لوبي الكيف. مع الأسف هناك ملايين العرب والمسلمين ما هم منظمين، ليس قيادة، والدول العربية يعني ما يهتمون. الدول الموجودة بعد الدول العربية اللي احنا في أمريكا
تنظر إلى مصالحهم، ما عندهم سياسات مدى طويلة مثل اليهود الإسرائيليين. هناك اختلاف بين اليهود أمريكا ويهود إسرائيل وكذا كذا، بس هناك قياديين وتنظيمات جمعوا كل منظمات مدنية اليهودية وسووا لهم اللوبي. مع الأسف هذا احنا فاقدينه وما هو موجود بالأمريكا. ولذلك نشوف بين اليوم أنا قريت بأن ممكن أكثر من 2 مليون عرب في ديترويت صوتوا لبايدن. هناك يعني مشكلة بين بايدن بالمنطقة سياسة الجمهوريين أحسن يصالح دول المنطقة. الديمقراطيين يعني يعملون ستاتس كو مثل ما ثمان سنة بايدن وأوباما. يعني كيف الجمهوريين أحسن لدول المنطقة، والجمهوريين هم الذين احتلوا العراق، والجمهوريين هم الذين اعترفوا بالقدس عاصمة إسرائيل، والجمهوريين هم الذين نقلوا عواصمهم إلى القدس بدلا من تل أبيب، كيف يكون أحسن للمنطقة؟ لأن انخدعوا أشخاص خدعوا الأمريكان بين صدام حسين والعراق عندهم قنبلة نووية. زين انخضعوا الدول العربية. وترامب الذي أفرغ الخزائن العربية من الأموال واعترف بفلسطين، من الذي بالقدس عاصمة للصهاينة، من الذي خدعه؟ صح أنا معاك، بس لكن من جانب ما في إسلام السياسي في عقدين وثلاث عقود الإيران سيطرت على المنطقة وخربت، يعني هم دليل قتل 500,000 سوري ودمروا العراق. إيران، شوف سياسة إيران تجاه سياسة الديمقراطيين تجاه إيران. الديمقراطيين داخلين في منظمات ديمقراطية إلى يعني إلى النخاع. من هاي الجهة أقول طبعا حزب الجمهوري وترامب حزب رجعي، شخص رجعي يميني. بس إذا أنت تحلل وترامب ما يريد إسقاط الجمهورية الإسلامية، يريد تفاوض معهم. قصدي بأن المشكلة هي من إحنا دول عربية ما لهم مبادرة. شوف إسرائيل حليف واشنطن، إسرائيل يروح يأخذ الضوء الأخضر من واشنطن ويجون يعملون ويدمرون وينفضون. دول العرب ماشية وراء واشنطن ومنتظرين واشنطن يعمل لهم كذا وكذا وكذا. من هاي الجهة أنا أقول أن الديمقراطيين ما نشوف شخص أو مبادرة أو سياسة جديدة بين الشرق الأوسط. في جمهوريين أشخاص ممكن ما نحبه، لكن هناك دمروا العراق لأن مع الأسف أخواننا في العراق ما قدروا يجون هنا الواشنطن ونروح سوية البيت الأبيض والكونغرة ونقنع الدولة الأمريكية بأن هناك صهاينة. أنا كنت بن بنتاغون ذاك الزمان، كل الرؤساء البنتاغون كانوا لهم جنسيتين إسرائيلية وأمريكية. قصدي بأن المشكلة بيناتنا إحنا دول عربية. لذلك أنا أقول الجمهوريين لمصالحهم هم يردون مثلا يعني اللي نشوفه المجزرة في سوريا ما هي بصالح أمريكا الحقيقة، ما هي بصالح الرأسمالي، ما يريد انقلاب ولا يريد فوضى. لذلك لكن مع الأسف الواقع الأمر الدول العربية ينظرون على الواقع الأمر زين، ما لهم تحليل مستقل. طب جميل أستاذ أمجد، هل ما الأثر الذي سيترتب على الدول العربية وعلى المنطقة العربية بعد الانتخابات الأمريكية، أم أن الحديث عن أثر من عدمه يتوقف على هوية الفائز؟
جزئيا. دعني اولا اتفق، ساجيبك على هذا السؤال حالا، دعني اتفق مع الدكتور كريم حول ما تحدث به حول يعني مسؤوليه العرب عن هذا الوضع، وانه بالفعل اذا اردنا ان نعكس هذه المعادلات فما علينا الا ان نعول على ذاتنا وان نكتشف مواطن قوتنا، وبالمناسبه وهي موجوده، لولا انه النظم العربيه اغلبها تميل الى الاستبداد، تميل الى الدكتاتوريه، هي التي افشلت الثورات العربيه، زجت بالشباب العربي في السجون، وبالمناسبه كانت للمنطقه فرصه في حال نجاح الثورات العربيه. انا كتبت مره دراسه عن الاستقرار في العالم العربي، وافترضت انه الثورات العربيه كانت ستقود الى موجه من التحسن في عده امور وستفضي الى استقرار في المدى المتوسط، لكن طبعا بعض الانقلابات بعد يعني صيف 2013 ما حدث في سوريا او في مصر انتهت هذه الامور. بكل تاكيد ان تاثير الانتخابات الامريكيه توقف على العرب انفسهم، يعني توقف على فعل العرب انفسهم، لكن بشكل عام يعني اذا اردنا ان نستعرض بعض القضايا التفصيليه، يعني إذا افترضنا أن جو بايدن هو الذي سيكسب هذه الانتخابات ويحصل على 6 أصوات المتبقية في المجمع الانتخابي ويحصل على الرقم السحري ويدخل إلى البيت الأبيض، فيمكن افتراض بعض التأثيرات. يعني واحدة منها مثلا في القضية الفلسطينية يفترض أنه سيعود إلى السياسة الأمريكية التقليدية اللي هي بالمناسبة يعني أقل تأييدا لخطوات اليمين الإسرائيلي. سياسة أوباما مثلا تحاول أن تدفع إسرائيل نحو حل الدولتين وتحاول أن تجعل المفاوضات حية. احنا نتذكر في عام 2013 بعد الانقلاب في مصر جون كيري وزير الخارجية في ذلك الوقت نشط في جولات مكوكية لمحاولة إحياء المفاوضات، وبالمناسبة أحياها فعلا وحسنت المفاوضات حتى منتصف عام 2014، طبعا بدون جدوى بكل تأكيد، لكن على الأقل أنه يكون أقل تبنيا لخطاب اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو. طبعا لن يتراجع عن نقل السفارة إلى القدس، هذا شيء انتهى يعني، لكنه لن يتحمس لتنفيذ صفقة القرن أو ضم أراضي الضفة الغربية، بمعنى هو سيأخذ خطوة قليلا للتراجع عن سياسات ترامب، لن يكون متطرفا بنفس الدرجة يعني. وعندنا ملفان مهمان، العراق وما يقال عن سيطرة إيران عليه، ثم ملف سوريا. يعني أنا في اعتقادي أنه يعني وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض قد يخدم القضايا العربية بصورة من الصور إذا فعل العامل الذاتي العربي. يعني إذا افترضنا أن العراق مثلا هذه تحركات الشباب وحكومة الكاظمي وحصلت انتخابات مبكرة وشيء من هذا النوع، يمكن أن نشهد بعض التحسن الطفيف والنسبي. في اعتقادي أيضا أن وصول جو بايدن سيضغط على الملف السوري نسبيا، لأنه يعني هناك عدة مصالح يمكن أن تتحقق. أول شيء هو سيرغم على التطبيع مع إسرائيل، أعتقد هذه ستتم في عهد جو بايدن. الأمر الآخر أنه سيحاول أن يعني يفتح المجال قليلا أمام الناشطين أو شيء من هذا النوع، مما يمكن أن يشجع تحرك الناس في هذا. يعني بشكل عام بايدن سيحاول أن يعيد معادلة التوازن بين المبادئ والمصالح الأمريكية. إحنا ملاحظين أنه ترامب طوال الوقت يتحدث عن المصالح ولا يتحدث عن المبادئ، فهو لا يدافع عن الديمقراطية ولا عن حقوق الإنسان، ويسمي السيسي يسميه دكتاتوره المفضل، ويحب زعيم كوريا الشمالية وهو معجب به، ويحب فلاديمير بوتين. يعني هو لديه طريقة معينة في التعبير عن نفسه ربما لا أستطيع أن أعكسها تماما، لكن في كل الأحوال بايدن ربما يعود إلى الاتفاق النووي الإيراني، سيحاول أن يعود إلى هذا الاتفاق النووي. هو بشكل عام سيشجع الجهود الدولية متعددة الأطراف، يعني مثلا جهود منظمات الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية أو منظمة التجارة العالمية. بشكل عام التيار الديمقراطي أو الحزب الديمقراطي في أمريكا هو ينتمي إلى مدرسة ليبرالية، يعني تحاول أن تشجع التعاون الدولي، على عكس الحزب الجمهوري الأمريكي الذي هو مدرسة واقعية في العلاقات الدولية وحتى واقعية هجومية. بعبارة أخرى هو لا يعبأ بالمؤسسات الدولية ولا يعبأ بالحلفاء، ويفرض ما يريد بالقوة العسكرية وبالضغط المباشر. طيب دكتور كريم، يعني بخلال الحملة الانتخابية لوحظ أن بايدن ركز على الأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية، مستفيدا من السياسة العنصرية التي وصف بها ترامب تجاه الأقليات وتحديدا المسلمين. هل هو اهتمام بالأقليات من قبل بايدن اهتمام انتخابي عابر مؤقت، أم أن هناك بالفعل توجها ديمقراطيا للانفتاح على الأقليات وإعادة الاعتبار لهم، ومن ذلك قضية السود الذين يضطهدون في هذه المرحلة من قبل رجال الشرطة في أمريكا؟ لا، مع الأسف الحزب الديمقراطي ما قدروا يستخدمون الأقليات. شوف مثل محافظة فلوريدا، الأغلبية هم السود من الكارائيب، السود من أفريقيا، بس خسروا فلوريدا. زين ليش؟ لأن ما قدروا. أنا أقول لك يعني ال ال
الديمقراطيين إذا يخسرون في هاي الانتخابات أنا برأيي المفروض يقعدون ويشوفون سياساتهم فاشلة، لأن اليوم الأقليات السود والغير البيض يقررون القرار. أفتكر شوف مثل أمريكا كاليفورنيا 45 مليون نسمة، كلها ديمقراطي، لأن المحافظ يعني هو شخص للأقليات وشخص تقدمي، زين في نيويورك محافظ تقدمي، لأن الحزب هو الحزب بايدن ما لهم مبادرة. مع الأسف كل من يسيطر على الأقليات بالمستقبل، ونشوف مثل العرب ميشيغان، ميشيغان محافظة تاريخيا ديمقراط. أقول العفو جمهوريين، بس هسه النسمة العربية على الخصوص العراقيين في ديترويت وكذا كذا غيرت. ميشيغان راحت البايدن. قصدي بأن لا فاشلين، أنا برأيي لذلك قلت لك يعني أنا والآخرين ما صاروا ما عجبنا بايدن لتمثيل الحزب، ولذلك يعني إذا يفوزون دليله هو كراهية الناس من سياسات ترامب العنصرية، زين، وهاي يعني لا يزال مشكلة تكون تنحل من جانب الشعب الأمريكي، أو بالمستقبل يكون يشوفون فرد واحد شاب يعني تقدمي متمول إلى اليسار يصالح. ممكن هاي مثل هناك شخصيات في حزب الديمقراطي، بس بايدن موجود كان ولا إلها كان تأثير زمان أوباما، ولا كان تأثير إلى بيوم كان يرأس اللجنة الخارجية الأمريكية في المجلسين. لذلك في صدفة، يعني مو بالإنجليزي يقول not by design by default، يعني إذا الديمقراطيين يفوزون not by design but by default. لذلك مستقبلهم أنا برأيي أم يتحدون مع الأقليات أم الحزب يفشل كحزب، يعني ممكن يمثل يمثل بعد البيض يعني ميدل كلاس. طيب سريعا قبل أن أذهب إلى الفاصل، هناك ثلاث دول عربية طبعت مع إسرائيل تحت في عهد ترامب، والأمريكيون يقولون بأن ترامب استخدم هذه الدول من أجل حملته الانتخابية، ومع ذلك ربما لم تنفعه. هل بعد الانتخابات سواء فاز ترامب أو بايدن ستتوقف حملة الاندفاع نحو إسرائيل من قبل الدول العربية برأيك؟ هل هذا مرجح؟ أعتقد لا، أعتقد أنه حملة التطبيع هي ممكن تكون يعني خطا واصلا بين الإدارتين، يعني اعتبرها شيء من إرث ترامب، بمعنى أنه يعني هناك مصلحة أمريكية فعلا في تأمين إسرائيل عبر أن تقيم علاقات مع أغلب الدول العربية بقدر الاستطاعة، وهذه سياسة أمريكية بالمناسبة ليس لها علاقة بترامب، هو ترامب وظفها فقط في الانتخابات مثل يعني في محاولة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا على الداخل الأمريكي. أنا كتبت أنه هو ربما لن يستفيد كثيرا من تطبيع هذه الدول العربية، الدول العربية أصلا بطبيعة الحال هي متهافتة على التطبيع، والذين لم يطبعوا سرا علنا أقصد طبعوا سرا، يعني هناك كتب ويعني محمد حسن هيكل كتب عن الفوضات السرية بين العرب وإسرائيل، يعني هناك علاقات طويلة بين العرب وإسرائيل، لكن ربما تكون خرجت إلى الطاولة يعني في الوقت الأخير. وبالمناسبة هناك توقعات أنه من المحتمل أن يقدم النظام السعودي نفسه على خطوات للتقارب مع إسرائيل، مش بالضرورة تبادل دبلوماسي يعني، لكن بمجرد ظهور النتيجة، لأنه بالمناسبة جو بايدن له تصريحات أثناء الحملة، هو قال بالحرف ستعيد أمريكا تقييم علاقاتها مع السعودية وسننهي الدعم الأمريكي لحرب السعودية في اليمن، وقال أن أمريكا لن تركن قيمها جانبا مقابل بيع أسلحة أو شراء نفط، وقال أنه سيدافع عن حق النشطين في العالم والصحفيين للتعبير عن آرائهم بحرية إلى آخره. يعني بعبارة أخرى يعني أنه بايدن ربما يكون
يميل إلى تسوية بعض المشكلات اللي في المنطقة، لكن مع ذلك موقع إسرائيل ثابت في الاستراتيجية الأمريكية، هذا لا يتغير بتغير الرئيس، يعني هذا شيء لا يتعلق بشخص الرئيس وإنما يتعلق موقف المؤسسات الأمريكية الأمنية والمصالح الاقتصادية. هذا إسرائيل لها وزن كبير جدا داخل أمريكا، وهي تعتبر قضية داخلية أمريكية يعني. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل أخير قبل العودة لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم دكتور كريم. يعني الآن حتى الآن لم تعرف هوية الرئيس، زد على ذلك أن ترامب توعد بعدم تسليم السلطة من قبل طبعا، ثم بعد ذلك الآن في صدد خطة لرفع دعاوى قضائية على بسبب ما يقول أنه تزوير وأصوات أموات وإلى آخره. زد على ذلك أن هناك حديث من قبل وسائل الإعلام الأمريكية عن أن طوابير تقف أمام محلات بيع السلاح وأكثرهم جمهوريون، واعتقالات في اليومين الماضيين، اعتقالات لناس حاولت أن تشغب على مراكز اقتراء، احتقان غير مسبوق في الشارع الأمريكي. هل هذه المعطيات كافية للقول بأن أمريكا مهددة من الداخل باحتراب داخلي بدرجة ما؟ لا أبدا أبدا مطلقا ما أبدا. الناس هكذا الحديث ما يعرف المجتمع الأمريكي. أنا أقول لك من بعد ساكن أكثر من 50 سنة، أمريكا متكونة من 50 دولة مستقلة، المحافظات، هاي معنى الفدرالية. لذلك أنا زمان 2000 ما كان عندنا رئيس إلى 4 أشهر. ممكن هاي المرة هم إذا الحل يعني المسألة تروح للقضاء المحكمة العليا ممكن يطول، لكن هنا يقولون هاي الدولة ما هي جمهورة يعني بنانا ريبوبليك. هناك موجودين اليوم وأمس وأول أمس الحياة تروح، أقلية حقهم يتظاهرون. وأنا كما قلت أنا برأي هاي المجتمع نعم، يبدو أن الاتصال انقطع مع ضيفنا من أمريكا. طيب أستاذ أمجد، إذا ما جاء الرئيس الأمريكي على عكس الهوى العربي أو عكس هوى بعض الدول العربية، هل تمتلك الدول العربية خيارات ما ولو في الحد الأدنى للتعامل مع أي تغيير أمريكي محتمل في المنطقة؟ كما أسلفت، حالة الدول العربية يعني يمكن تكون هوبليس كيس حتى لو كان الخطر محدقا مثلا. والله إحنا زمان عندما كنا طلابا في الجامعة كانوا يكلمون عن النظام العربي أو أرب سيستم، ويقول لك أن العرب إذا حدث خطر خارجي يتوحدون، وهذا الكلام الطويل العريض. لكن إحنا رأينا غزو العراق، ورأينا احتلال العراق، رأينا حرب على لبنان، رأينا حروب على غزة، لم نشهد توحدا للنظام العربي. أنا كنت دائما السؤال لأساتذتي وبعضهم كان من التيار القومي، متى يمكن أن يتوحد العرب؟ والحقيقة أنه واضح أن الخطر الخارجي ليس كافيا لتوحيد الأمة العربية. أعتقد أنه إذا كان هناك تعويل مرة أخرى فهو تعويل على الشباب، على الشارع، على أن الشعوب تعيد تحريك نفسها في ثورات وانتفاضات جديدة، إعادة بناء الشبكات الاجتماعية، يعني تحسين الداخل العربي حتى يمكن أن يكون لنا تأثير. لكن للأسف النظم العربية أنا بالنسبة إلي يعني ليس فيها أمل أن تفعل شيئا، لا مع أمريكا ولا مع غيرها يعني. طيب عاد إلينا ضيفنا الدكتور كريم، يعني تحدثت عن أن الأمر ممكن أن يطول إذا ما ذهبت الأمور إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وطال تسمية الرئيس الأمريكي العتيد.
هل سنشاهد فراغا سياسيا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وفي هذه الحال كيف ستدار الأمور؟ طبعا اليوم من بعد هسه عندنا ستة مقابل ثلاثة في المحكمة العليا، لكن في النهاية هي ثلاث محافظات بالنهاية يرجعون للآراء الناس، وبدون كمبيوترات يحاسبون، ممكن يطول شهر شهرين، لكن بالنهاية أنا أظن بايدن يفوز. وحتى المحكمة العليا هسه بالضبط يعني بالتأكيد راحت إلى اليمين، العفو، بالنهاية المحافظات يعني هاي ثلاث محافظات هم من قسمة، يعني بعدهم المحافظين يعني غوفرنر ديمقراطيين أم جمهوريين. أنا برأيي صح، أنا لي عندي اختلافات مع الحكومة الأمريكية، لكن هناك إذا 10-20 ألف نفر يتظاهرون أمام البيت الأبيض، هاي مو بالمعنى بأن راح يصير فوضى لأمريكا. إحنا كنا هنا عشنا بالستينيات زين والسبعينيات، هيك ما كان لذلك. لكن هناك تأثير العالم العربي بري، أنا برأيي أكبر خطأ العالم العربي سوى، هم الدول هم الشعوب، ما استخدموا ما استفادوا 4 سنوات ترامب لضد إيران. أنا إذا تشوف كل المشاكل اليوم في سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان، كل جمهورية إسلامية الإيرانية يعني شكلت إسقاط النظام، هذا كان يعني برأي 4 سنوات المفروض الدول والشعوب العربية والأحزاب العربية هم يعني بادروا بمساعدة المعارضة الإيرانية لسقوط الحكومة. بس مع الأسف بعض الدول العربية طلبت من أمريكا تحل هاي المشكلة. أمريكا دولة ديمقراطية، ما يعني شعبها ما يدفع حروب زين. لذلك أنا برأيي إذا الديمقراطيين يجون راحوا يبدؤون مرة أخرى مع الملالي في طهران زين، وممكن أسوأ يصير الأجواء بالمستقبل. طيب أشكرك دكتور كريم. يعني ختاما معي دقيقتان، هناك كتلة عربية على الأقل متماسكة، ولو سميها تماسكا هشا قائما على أساس نفعي مصلحي، أتحدث عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، هل هذه الدول يمكن أن تعيد إنتاج علاقة ما مع إدارة أمريكية جديدة على أساس مصلحي يضمن أمنها، يضمن استقرارها، يضمن وجودها وكينونتها في شرق أوسطي لاهب ومتغير؟ في ظني لا. هو المشكلة في هذه النظم في الحقيقة أنها يعني لا تعكس إرادة شعوبها الحقيقية. يعني أنا متأكد أن كثيرين في الإمارات لا يوافقون على التطبيع مع إسرائيل، ونفس الشيء في البحرين، وفيه أغلبية شيعية ممكن تزيد على 60%، يعني والبرلمان البحريني ليس مع التطبيع، وهناك أسماء ناصر الفضالة وأسماء معينة من ناشطين ضد التطبيع مع إسرائيل. الأمر الآخر أنه هذه الدول يعني برأيي الشخصي لا تشكل تكتلا أو محورا. إحنا زمان كانوا يقولون لنا أيضا في دروس النظام العربي أنه دول النواة أو التكتل، أن تلتقي دولتان أو ثلاث دول عربية وازنة، وبالذات مصر والسعودية، ويمكن أن تضيف إليهما دولة أو دولتين أخرتين. لكن مع ذلك الموضوع يتعلق في الحقيقة بأنه هل هذه الدول تعكس دولا حقيقية؟ هل هي تعبر عن مصالح الشعوب؟ هل الشعب المصري فعلا يريد التطبيع مع إسرائيل؟ هل الشعب المصري يريد أن يتلقى مساعدات من أمريكا، ولا يريد أن يعتمد على نفسه وينتج يعني خبزه وماءه وكل شيء؟ هل الشعب المصري يريد التطبيع مع إسرائيل، ولا يريد حل مشكلة سد النهضة مع إثيوبيا؟ ونحن نلاحظ أنه بالعكس الذي يحدث أنه أمريكا بتوظف الدول العربية في سياق ما تريد. رأيت الرئيس ترامب عندما أعلن التطبيع مع السودان أنه أراد أن يورط مصر في مشكلة مع إثيوبيا، وقال نحن يعني نرى أن المصريين سينسفون السد. يعني هذه طريقة عجيبة جدا في توريط العرب، وأنا شخصيا مش لا أفهم لماذا هو يفعل ذلك. هو لا يخدم مصر
ويؤجج العلاقة مع إثيوبيا بدون أي مبرر منطقي. نعم. يعني أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أمجد. مشاهدينا الكرام، ختاما أشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو، أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، وعبر الهاتف من شيكاغو دكتور كريم عبديان بني سعيد المحلل الدولي والمستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية. شكرا لكم، في حراسة الله وتوفيقه.